ميكرو فريد على قناه انفاس بريس. كما العاده وكل اعاده فافاده خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين على هذا الهاشتاغ اللي كيدور في فيسبوك، يعني الشباب مقبلين على الزواج ما يتزوجوش بمضافه. غنشوفوا راي ديال المواطنين واش مع او ضد. اجيو معايا. اذا كلنا الحمد لله سواسيه. انت مع ولا ضد؟ لا انا مع الزواج مع اي وحده، كما كانت تنقول لك انا غير يتفاهم معها هو اللي كان شرط المفاهمه تكون مع اي وحده، ومثقفه او مضافه ماشي مشكل، على مالها حتى مضافه راه بالعكس انا كتبان ليا هي تتقدر تعاونك تعاونك تعاون معلوم تعاون الزمان كتكون فاهمه حتى الوضع ديالها، هي كتكون فاهمه حتى الوضع وربما ما تخليكش تطيح انت في هي هذيك تعاونك ماشي انت تنعس وهي تخدم. لا ما كايناش هذيك فكره خاطئه تخدموا بجوج كلشي. وي سمعت ولكن انا ما متفقش معاهم. علاش؟ حيت المراه كتبقى تقرا باش توصل لواحد المنصب وتخدم واحد الخدمه اللي زوينه اللي مرتاحه فيها، وهو يجي يحبس راه ما جاتش. يعني من الاول ما تقراش، ولكن المراه خاصها تقرا حيت الشيء الا ما خدمتش هي غتبقى تسناه يلوح لها كل سيمانه 20 درهم 10 درهم، ما غاديش تقاد الوقت. ولكن هو لاباس عليه يعني قاد بك يقول لك غير بركي هو يخدم. سعداتهم. شكون اللي سعداتهم؟ هذوك اللي مزوجين زعما اللي ميسوري الحمد لله، فهمتي؟ ولكن راه كاين اللي واخا تزوج به لاباس عليه، راه غتبغي تحرك حيت كيولي واحد الاكتئاب في الدار. نديرو مثلا انتيا تزوج شي واحد لاباس عليه وانت موظفه وقال لك ريحي من الخدمه. لا انا ما نقدرش نستغنى على خدمتي، خدمتي هي حياتي، دونك ما متفقاش معاه. ولا ضد؟ انا شتا انا مع ما ضد، انا نشرح لك الفكره. انت الوسط. انا الوسط اللي كاين، فهمتي؟ من واحد الناحيه مزيانه وتجي تشوف واحد الناحيه راه ما مزيانه. اللهم جينا من الناحيه اللي مزيانه بحالاش؟ الناحيه اللي مزيانه فهمتي مزيانه في المصروف وكذا والتعاون تعاونك ولكن عاوتاني الموظف راه هذا دين قول لا تسمع الهضره من اللي وراك عارف اخويا الهضره ديال المغرب الحضيه والتقاليه والجوع والنوع اللي بكا بلاد موراه نجيك نيشان الحضيه والتقاليه بكل بكل تحياتي. داكشي هذاك غير تاثير ديال السوشيال ميديا، يعني ما خصوش يكون عنده تاثير على الحياه الواقعيه. معظم الناس اللي تيكونوا تيطلعوا دوك الهاشتاغات غير دي مينور، يعني ما غاديش تكون شي حاجه اللي كدير تاثير علينا صافي. هادشي اللي كيبان ليا انا صراحه. تيما مع ما ضد صراحه، غير هضره هذيك شاد العصب من الوسط. غير هضره هذيك، كاين اللي كيتزوج بوحده موظفه وما خدامش، وكاين الموظفه اللي كتزوج موظف، وكاينين المزاليط اللي كيتزوجوا بعضياتهم. مزلوطه يتزوج مزلوطه هو داكشي اللي كاين. ديالي انا ما ماشي مع الناس اللي معاه ولا ماشي الناس اللي ضد، فهمتيني؟ هو داكشي تيبقى ديال بالنسبه للثقه، فهمتيني؟ الا كانت ديك السيده اللي غتزوج بها انت تيق فيها الثقه التامه عادي تخدم هي وتخدم انت وتعاونوا على الوقت، فهمتيني؟ ولكن كاينين شي ولاد الناس وكاين شي بنات الناس هما الله يهديهم اللي تتكون خدامه يعني تضرب هكا وهكا، فهمتيني؟ يعني انا فهمتك، خاصه الناس يفهموا. وراك عارف دابا المغاربه حنا نفسنا حاره واحد شويه وخايبه، فهمتيني؟ يعني باش قال لك موظفه يعني ما غتعطيكش وقت يعني وبزاف ديال الحوايج. لا شوف اي حاجه خويا عندها بروغرام ديالها، فهمتيني؟ راه بالعكس راه شحال من وقت تلقى مزوج طبيبه مرته طبيبه هو طبيب وما تيتشافوش كاع، فهمتيني؟ ولكن داكشي تيكون بيناتهم هما، فهمتيني؟ ما كيتشافوش هو داكشي بيناتهم. المهم بيناتهم بكل جوادي تحيات بكل جوادي. ما عندوش واحد المصروف قليل، واحد المدخول قليل، غادي نقدروا كانت هي خدامه كتاخذ واحد شويه من الاحسن تعاونوا، وإذا كان هو عنده ما يحتاجش يخدمها تبرك هي تقابل الدار والولاد وهو هو يخدم يجيب. يعني لما كان عنده صالير قليل يعني يخدم يخدم هو وياه يتعاونوا. يتعاونوا هو وياه. يتعاونوا هو وياه. الراي ديالك موظفه غتاخذ واحد عنده فراشه؟ لا موظفه ما غاديش تاخذ العدو فراشه، ما غاتاخذوش. غادي يصور مثلا واحد 1600 ولا 1000 ريال ولا 100 درهم ولا هذا راه ما خاصها تقلب على موظف، خاصها تخلي تكون تصور قدها قدو.